طبعا بشكرك طبعا على الكلام الجميل ده، ومفيش والله في سر ولا حاجه يعني. اللعيبه كلها مركزه الفتره اللي فاتت، احنا خلاص بنفنش الدوري في مرحله صعبه، سواء في الدوري او بطوله افريقيا اللعيبه كلها مركزه، يعني يعتبر الماتشات كلها ماتشات كؤوس، فانت كل ماتش لازم النقطه اللي هتفقدها هتفرق معاك جدا، فاحنا بنحاول ناخد كل ماتش بماتشه، وبنحاول نركز في الماتشات وان احنا ما نخسرش نقط خالص بس، وبيبان ده في الملعب في الروح من اللعيبه كلها اللي بره واللي جوه، هو ده اللي بينجح الفريق وده اللي بيخلي الفريق ماشي على طول بصوره كويسه. عندنا لعيبه كبار مثل كابتن عمرو، كابتن عاشور، الشناوي، مش عايز انسى حد، واكرامي، بيبقى لكم دور كبير جدا مع اللعيبه الصغيرين اللي متواجده اللي ما بتاخدش فرص بشكل كبير. بتشوف اللعيبه الصغيره، اللعيبه اللي طالعه الفتره اللي فاتت، بتشوفها ازاي، وايه السر ان انتم بتدعموهم بشكل كبير، لان مرحله مهمه جدا يا كابتن عمرو؟ لا، ما فيش فرق بين لعيب صغير وكبير، اللعيبه الصغيره حتى كلها عارفه المسؤوليه اللي هي المفروض فيها يعني. هم بيلعبوا النادي الاهلي وبيلعبوا على بطولات طبعا على طول، فدي مسؤوليه كبيره عليهم، وكلهم طبعا عارفين الكلام ده، وكلهم لعيبه رجاله طبعا، وما فيش فرق في النادي الاهلي من لعيب كبير وصغير، كله بيأدي، اللي بيتحط جوه الملعب بيأدي وبيعمل مطلوب منه. عايز ابارك لك على مباراه الاتحاد السكندري، مباراه قويه ومباراه رائعه، يعني زي ما اكدت مع كل اللعيبه ناصر وكريم، قلت بعد الدقيقه 90 الامر بيبقى مختلف، والسعاده بتبقى لجمهور النادي الاهلي كبيره جدا، وايضا كمان اللاعبين. قول لي الاجواء والظروف بتاعت المباراه مع ضغط المباريات، مباراه الزمالك، موجودين في اسكندريه، يعني امور صعبه جدا يا كابتن عمرو. مفيش طبعا يعني انت اي فريق هتلعبه دلوقتي، يعني كل الفرقه عايزه توقعك، يعني كل فرقه لو اخذت منك بونت واحد بالنسبه لها ده مكسب ليها، فانت فرقه بتلعب على بطوله فبتحافظ على الثلاثه بونت دايما. الفرقه اللي قدامك بتنزل بيبقى في غل، في ان هم بيلعبوا النادي الاهلي، فالماتش بيبقى صعب طبعا علينا، كل الماتشات صعبه. لو في وقت من الاوقات يعني الكوره مش ماشيه معانا او الاداء مش مظبوط، فالروح هي اللي بتعوض ده، يعني الروح في الملعب بتتنقل من لعيب للعيب، تلاقي الفرقه كلها عندها روح، بنلعب لاخر دقيقه، بنحاول نصر على الفوز، بنحاول نحقق اللي احنا عايزينه، فعشان كده ربنا بيكرمنا سواء في اول دقيقه او في اخر دقيقه. موسم استثنائي وتلاحم كبير جدا يا كابتن عمرو، مباريات افريقيا، بطوله الدوري، كلعيبه ازاي بتقدروا تتعاملوا مع هذا الامر؟ انا عارف ان الجهاز بيحاول ان هو يشتغل معاكم نفسي وبدني وكل حاجه، لكن انتوا كلعيبه بتتعاملوا ازاي في هذا الامر؟ مفيش طبعا، احنا بناخد كل ماتش بماتش وبنركز في كل ماتش لوحده. خلصنا ماتش الاتحاد، دلوقتي كل التركيز في ماتش سان داونز، ماتش صعب طبعا، بتلعب فرقه كبيره بره ارضك، عايزين نرجع بنتيجه ايجابيه تسهل علينا ماتش العوده ان شاء الله. اخيرا، جمهور النادي الاهلي، تحب تقول لكل الجمهور المسانده مطلوبه والدعم مطلوب، المرحله الجايه مهمه، تحب تقول لكل جمهور النادي الاهلي كابتن عمرو؟ اكيد طبعا، وجود الجمهور جنبنا طبعا ده دافع كبير لينا، وهو العامل رقم واحد في الفوز بالبطولات، اتمنى ان هم يكونوا جنبنا دايما زي ما تعودنا عليهم، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه تكون فيها تزايد للجمهور ويبقى دافع لينا ان شاء الله. ربنا يخليك.